وانه كان يفهم. عبس عبس. الله وكيلك يا ابو خطاف، مثل ما عمل لك هيك كان. الله وكيلك. جوز الحمام بني، شايفك ما عدو محلي. ايه بعده محلك، من هون وهيك مخلص تحت جناحي وبحمايتي. روح انت ترقعد هنيك. انا روح انت ترقعد هني؟ مثل ما عمل لك قبضانتي. خلاص انت ولا ما عم بحكي معك انا. شو على اساس عملت لي فيها قبضاي وذكرت انه روح ابجانتي ولا يهمك وانا بتدبر امره؟ شو عدا ما بدا؟ والله لما فتت فكرت اجانا واحد قبضاي وذكرت، بالاخر تطلع واحد سرسري. منيح اللي فهمنا القبضاي مخلص. على راسي على راسي والله. الله حيو. ايوه هيك القصه يعني. ماشي يضرب الجوز ما اصعب فراطه، مو اضرب منك الا هو. شو عم بتقولوا؟ لا ولاك سيفي جرأتك ولا مثل ما سمعت. شوفوا لا هون انا الزعيم، ما في كلمه بتعرفوا كلمتي، فاهم؟ بلا زعيم بلا بطيخ، شو افكر زعامي بالشوارع؟ بدي اقول لك شو هالحكي؟ طب ما بتحسن تفيقه انت؟ انت مساعد اول كمان مو سالي، واذا هو مو لازم اول؟ شو قصتها؟ العالم كلها عم تسكر، رب يعبد والله. بلا ما عم يده. الو يعني ام النور؟ والله لا، كنت انا وياه عم نلعب بالطاوله على الشده على الاسطوح بالقهوه، كنا عم نلعب. ايه لا هو راح جاء طلب على جبات الخشب. ايه هنيك ما في ارسال بجبات الخشب، بكون فضي موبايله إيه. لا لا تحكي هم، ما تحكي هم. كتر خيرك يا ابو ليلى، يعطيك الف عافيه، مع السلامه. على قامة قلب الام شو شرشوح. قال اجا طلب لاخوكي. ما بدي ادعي عليها، غرقانه بالنوم. خلاص تقوي الراحه. ليش دخان؟ علم ابو جانتي. نعم. انا فرطت، معلش من بعد اذن سياده سعاده حضرتك قومنا. اذن سياده سعاده شو؟ حضرتك معلم. اول شيء انا مالي معلم، تعلم العصي بجنابه. انا اسمي ابو جانتي، واحد مثلي مثلكم. تاني شيء قومنا، شو بعمل لك يعني؟ نيمك بيحضني؟ لك لا مو هيك قصدي، بس قلت لحالي باخذ اذنك معلم قبل ما اروحنا. لك اذن شو؟ شو نيمك انا ادفسك يعني؟ قوم اندفس نام، يعني بدها اذن القصه؟ قوم شو يعني بهدد لك انا؟ بقول لك يلا تنام يلا تنام، لا تذبح لك طير الحمام صغير لانه الله لا يكبرك. راس انت ولا؟ ضحكت بقره بمعمل مرتديلا. عم ضحكك انا لانه ضحكوا ضحكوا انتوا، انت لا تضحك، انتوا بس ضحكوا. لك ضحكوا ما حدا اخذ معه شيء، يعني شكوا ما بتعرفوا امتى بيجي قرار الاعدام تبعكم. رح نشتغلكم، انت من ادنيك مبين اعدام.